كانوا يهضروا على هذوك السيدات اللي جاوا عند جاوا من للمغرب واللي انقتلوا، وكان نقولوا عن بان احنا المغرب ما عندنا هذاك الشيء. اذا هذا الشيء الا شيء جاي من شيء بلاصه ثانيه باقي كيشوش على المغرب. كان هضر بسميت الصحراء وبسميت المغرب بان هذو المشاكل احنا ما عندناش، لان هذا الا شيء وحدين اللي باقيين يشوشوا علينا. ولكن وتعازي لهذوك العائله ديال هذوك الناس اللي البنات اللي انقتلوا، والتعازي لهم حار من الصحراء المغرب. ومصالح الامنيه الامن الحمد لله اللي شدوا هذوك في الوقت ديالهم، الحمد لله على الامن في المغرب. بخصوص الموضوع ديال الارهاب في سميتو في مدينه مراكش، ضواحي مراكش، على حسب الحديث اللي وقعت مؤخرا، حنا كمغاربه اولا بصفتنا كمواطنين كندوب هذا العمل الاجرامي والارهابي الذي لا سميتو ما كيمش واحد العلاقه بسميتو بالمغاربه ولا بالمسلمين، لانه الاسلام ديالنا كحث على السلم وعلى المسامحه. ولا المغاربه تما كما كتعرف المغاربه الناس ديال حسن الاستقبال ديال الضيافه، ما لانه هذا العمل الاجرامي هذا والارهابي ما ماشي يعني كصفنا كمواطنين كندو به وكنعتبروه خارج عن يعني ما عنده علاقه لا بالشعب المغربي ولا بالاسلام ولا يعني بشي حاجه كترتبط بالموضوع هذا. بخصوص ايجاد مكتب وطني مكتب مركزي الاحوال القضائيه، هما بذلوا واحد المجهودات قويه صراحه، يعني في ظرف وجيز تم القبض على الشخص الاول، ومن بعد هما تم القبض على الاشخاص الاخرين المتورطين. يعني بصراحه مجهودات جباره كيقوم بها المكتب المركزي الاحوال القضائيه، وكنشكروا على هذه المجهودات ديالهم، لانه هما بالمجهودات ديالهم تم القبض على هاد المجرمين هادو. ولولا المجهودات ديالهم لا كانت شي كارثه اخرى، كما كنشوفوا انه الرجال ديال الستين خيام كيحبطوا العديد ديال المخططات الارهابيه في العديد ديال المدن المملكه. لانه يعني هذا مجهود جبار كنشيدوا به، كنعتبروه يعني فخر لنا كمغاربه وفخر بالامن ديالنا وبرجال ديال الامن ديالنا.